اهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي، وحلقة جديدة من برنامجكم سكول اونلاين ومادة الساينس. النهاردة ان شاء الله هنستكمل الحلقات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، وخدنا يونت 1 وخلصناه، وقريبا ان شاء الله هتلاقوا التست بتاع يونت 1 عشان ان انتوا برضو تشوفوا انتوا وصلتوا فيه لغاية فين. والنهاردة ان شاء الله بإذن الله هنبتدي في يونت 2 والليسون 1 اللي هيقابلنا، وهنتعرف فيه على الفورمز اوف انرجي. يا ترى ايه هي صور الطاقة؟ كلمة انرجي معناها ايه؟ يا ترى نقدر التايبس اوف ريسورسز اوف انرجي، يا ترى الانواع اللي ممكن احصل بيها على الطاقة ايه؟ هنتعرف على حاجة اسمها الميكانيكال انرجي، هنتعرف على البوتنشال انرجي، هنتعرف على الكاينيتيك انرجي ان شاء الله بإذن الله. يبقى ده بالنسبة لي اللي هتكلم فيه النهاردة في حلقة النهاردة ان شاء الله بإذن الله، واعتقد هيكون درس بسيط وسهل بالنسبة لكم ان شاء الله. طيب تعالوا نبص كده مع بعض. اول حاجة ان احنا هناخدها النهاردة هيكون ليسون 1 بالنسبه لي اللي هو انرجي ريسورسز اند فورمز. هنعرف عن تعرف على صور ومصادر الطاقه، يا ترى ايه هي اول حاجه هتقابلني في الدرس ده. when a force acts on a body، لو انا جيت اثرت على جسم بقوه، it moves a distance in the direction of force، المفروض ان هو هيتحرك بمسافة معينة في اتجاه الايه؟ القوة اللي انا معمولة دي. بقى اسمها ايه؟ said that a work is done on object، يبقى معنى كده ان انا عملت شغل على الجسم. تمام، يبقى اول حاجة لو انا جيت اثرت بفورس، لو انا جيت اثرت بقوة على اي جسم هيحصل ايه؟ هيتحرك مسافة. هو كان الاول هنا، جيت انا كنت ايه؟ اثرت عليه بقوة. تمام، هيتحرك ايه؟ مسافة معينة. تمام، في اتجاه الايه؟ القوة اللي انا بعملها. يبقى كده معناه ايه؟ a work is done on object، يعني شغل اتبذل على ايه؟ جسم. تمام، دي كده ببساطة جدا ازاي اعرف يعني ايه كلمة work. تمام، يبقى انا الورك لما جيت عملته هو عمل ايه؟ فورس، قوة، وخدت ايه؟ displacement، مسافة. يبقى work وبعد كده انا اثرت عليه بقوة تايمز الايه؟ displacement، يديني بالنسبة لي الورك. طب الورك عندي اليونت بتاعته بالايه؟ بالجول. طب الفورس اليونت بتاعته ايه؟ نيوتن. displacement عندي ايه؟ بالمتر. تمام، يبقى الورك ايكوال الفورس تايمز ايه؟ displacement. وممكن طبعا لما بيكون في مسألة problems حضرتك بالمفروض بتعمل الحاجة دي عشان تسهل لك، بحيث ان هو لو جه طلب منك الورك يبقى الفورس تايمز displacement. طيب انا طالب منك displacement يبقى الورك divided الفورس، طب لو انا طالب منك الفورس يبقى الورك divided ايه؟ displacement. دي بالنسبة لي بتسهل لي جدا لما بتجيلي ايه؟ problems. يعني دي بالنسبة لأي حد هتسهل له الايه؟ ال problems اللي هي بتيجي. طيب يبقى أنا بالنسبة لي لازم أكون عارف اللو بتاع الايه؟ ال work، وأعرف ال units بتاعتها ايه بالظبط، عشان بحيث ان هو لو طلب مني أي حاجة، لأن أي حاجة من دول بيبقى عليها ايه؟ بيبقى عليها ديجري بالنسبة لي او درجة بتحاسب عليها. بكتب اللو وبعض ان انا اكتب المفروض الارقام اللي هو بيديها لي، وفي الاخر منساش اليونت اللي هو بيحتاجها مني. طيب يبقى الانرجي بقى نخش على مفهوم تاني اللي هو الانرجي. الانرجي دي عبارة عن ايه؟ الطاقة. it is the ability to do work or make a change، يبقى هي القدرة على البذل الشغل او ان هو احداث ايه؟ تغيير.
تمام. انت اساسا لو حتى حابب انك انت تعمل اي طاقة، او انت نازل مدرستك، او حد رايح شغله، او ان هو يعمل اي حاجة حتى في البيت، ان هو يقوم من سريره ويروح لاي مكان تاني داخل المنزل، لازم يكون محتاج ايه؟ طاقة، يعني قدرته ان هو يعمل الورك اللي هو صاحي ان هو يعمله. ان شاء الله حتى هتذاكر، فانت الانرجي بتاعتنا احنا راح ايه نفطر الصبح عشان نقدر ناخد ايه طاقة عشان نقدر نعمل اي وورك او نحدث اي تغيير. طيب الجول بالنسبة لي it is a measuring unit of energy، يبقى الجول دي هي measuring unit of energy اللي هي وحدة قياس الطاقة. تمام، يبقى انا كده اول حاجة اتكلمت عليها الورك، وعرفنا ان اي شغل بيكون محتاج ايه؟ قوة، ومن القوة دي بتؤثر عليها الجسم فتحدث ان هي تتغير لمسافة ايه معينة. تمام، يعني انا جيت اتكلمت على الورك، بعد كده الايه الانرجي. طيب يا ترى ايه هي الانرجي ريسورسز، ايه هي المصادر اللي انا اقدر احصل على الطاقة منها؟ يا اما تبقى رينيوبل انرجي او نون رينيوبل انرجي، ممكن تكون طاقة متجددة وتبقى او طاقة غير متجددة. يعني طاقة متجددة زي مين؟ عندك مثلا ممكن السولار انرجي اللي هي دي طاقة متجددة، يعني ما بتخلص، ده ممكن احنا نعتبرها اسمها طاقة دائمة كمان لان هي موجودة، فانا دي اقدر ان انا استخدمها مش هتخلص. رينيوبل يعني ايه؟ بتجدد ايه نفسها، زي الويند مثلا. طيب النون رينيوبل زي ايه؟ الحاجات اللي انا لو استخدمتها كتير هلاقيها ايه هتخلص، زي الناتشرال جاز، زي الاويل مثلا، كل الحاجات دي هلاقيها ان هي ايه تخلص مثلا ايه بسهولة، لان انا بستخدم فيها وقود بيبقى بكمية معينة، جيت استخدمته خلص خلاص. تمام، يبقى رينيوبل انرجي يبقى دي طاقة متجددة، النون رينيوبل انرجي طاقة غير متجددة، بمعنى ان انا لو استخدمتها ممكن ان هي ايه تخلص. طيب دلوقتي many countries are aiming to replace burning of fuel with new resources or sources of energy as solar energy, wind energy and water motion. معظم الدول دلوقتي بتسعى او تهدف ان هي تبدل اللي هو احتراق الوقود بمصادر جديدة من الطاقة، زي السولار انرجي الطاقة الشمسية، الويند انرجي اللي هو الطاقة المفروض طاقة الرياح، اند ووتر موشن والمفروض اللي هي الطاقة اللي بتنتج عن طريق حركة المياه. because they are very cheap، انا بالنسبة لي بيبقوا حاجة رخيصة بالنسبة لي جدا، clean sources بتبقى مصادر نظيفة، and don't pollute the environment، وان هي لا تلوث الايه البيئة. تمام، يبقى انا لو اجي هستخدم المصادر الطبيعية او اللي هي بالاخص renewable energy، يبقى انا بالنسبة لي لان هي بتعتبر clean sources مصادر نظيفة، واهم حاجة عندي بالنسبة لي اللي هي don't pollute the environment، ما مفروض ما بتلوثي الايه البيئة. طيب يا ترى ايه هي الفورمز اوف انرجي اللي موجودة عندي؟ عندي مثلا اللايت انرجي والساوند انرجي، الكتريك انرجي، كيميكال انرجي، هيت انرجي، نيوكلير انرجي، كل الحاجات دي فورمز اوف انرجي، ومش دول بس، كمان في حاجات اكتر من كده كمان، بس يعني كامثله. طيب يا ترى اللايت انرجي موجود في ايه مثلا؟ عندي موجود في الصن، عندي في الالكتريك بالب، عندي ساوند انرجي موجود فين؟ في صوتنا اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي، في السبيكرز، في مثلا اي اداه موسيقيه. الالكتريك انرجي هتلاقيها في جنريتورز الطاقه الكهربائيه، في السولار سيلز مثلا اللي هي الطاقه الشمسيه. الكيميكال انرجي دي الطاقه الكيميائيه، ممكن تكون فين؟ تكون موجوده في الفود او الكار باتري، في بطاريه او غذاء. الهيت انرجي موجودة في الهيتر مثلا زي السخان. النيوكلير انرجي موجودة في الباور ستيشنز، في محطات توليد الطاقة.
يبقى انا بالنسبه لي بعرف ايه هي صور الطاقه، وبعرف يا ترى ايه هي المصدر اللي ممكن تكون موجوده فيه، او بدي امثله ان موجوده الفورمز دي في ايه. وانت ممكن تقعد بقى ايه مع نفسك يعني تطلع الحاجات الادوات اللي بتبقى جنبك، يا ترى دي فيها ساوند انرجي ولا لايت انرجي ولا كيميكال انرجي وهكذا. طيب هنخش على جزئية من الجزئيات التانية. من ضمن الفورمز اوف انرجي حاجة اسمها بوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي دي اللي هي طاقة الوضع اللي انا ايه بتبقى حاجة في مكانها. طب الكاينيتيك انرجي اللي هي الطاقة الحركية، تمام. طيب تعال نبص كده. when you lift a book from the table you do work. لو انا جيت مثلا حطيت كتاب مثلا على تيبل، this work is stored in the book in the forms of energy potential energy. يعني مجرد حتى ان كتاب جيت حطيته على مكتب مثلا، او حطيته على كرسي او ترابيزة او اي حاجة، دي المفروض انها بتخزن طاقة بداخلها اسمها potential energy، طاقة ايه وضع، طاقة ايه وضع، تمام. طيب جيت انا او جه حد من اخواتي اللي هم اللزاز ممكن يكونوا في البيت مثلا، وراحوا وقعوا لي الكتاب ده. when the box falls down، لما الكتاب بيجي يقع، the stored energy الطاقة المخزنة جوه الكتاب اللي هي ال potential energy in the book converts into a kinetic energy، هتتحول لطاقة ايه حركة، تمام. يبقى انا الاول جبت الكتاب حطيته، يبقى في طاقة بتبقى مخزنة جواه بتكون بتسمى potential energy، يبقى the stored energy potential ايه energy، دي بتكون in the ايه in the book. طب انا جيت زقيته او هو الكتاب وقع لأي سبب ما، يبقى converts into a kinetic energy، هتتحول لطاقة حركية. يبقى ال potential energy اللي هي طاقة الوضع converts into a kinetic energy لطاقة ايه حركة. يبقى الطاقة اللي كانت مخزنة هنا في صورة potential energy اتحولت لطاقة ايه حركية موجودة، تمام. طيب يا ترى بقى the sum of potential and the kinetic energies of an object is a constant value and it is known as a mechanical energy. المجموع بتاع البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي بيديني طاقة تانية اسمها ميكانيكال انرجي. بيديني ايه؟ ميكانيكال انرجي. يعني الميكانيكال انرجي ده عبارة عن ايه؟ عن السم اوف ايه بوتنشال اند كاينيتيك ايه انرجيز. يبقى الميكانيكال انرجي ايه هي؟ it is the sum of potential and kinetic energies of the body. يبقى هي الميكانيكال، الطاقة الميكانيكية دي عبارة عن ايه؟ مجموع ما بين البوتنشال طاقة الوضع وطاقة الحركة للكتاب. لو جيت ان انا اعبر عنها مثلا بلو مثلا، يبقى ميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي بلس اللي هو الكاينيتيك ايه انرجي، تمام. دي سهلة جدا. طيب ده ممكن تصعب عن كده، في حته بقى جزئيه ان انا اعرف البوتنشال انرجي اجيبها ازاي والكاينيتيك انرجي اجيبها ازاي. يبقى لو جالي بروبلمز ممكن بقى، يبقى انا بالنسبه لي لازم اعرف ايه هي البوتنشال انرجي وايه هي الكاينيتيك انرجي، واللو بتاعه اوف بوتنشال انرجي واللو اوف كاينيتيك انرجي لو انا حابب احسب ميكانيكال ايه انرجي. او ممكن ان هو يكون جايبها لي في البروبلم مثلا ان هو عايز مديني البوتنشال والكاينيتيك ويبقى عايز الميكانيكال، يبقى دي بالنسبه لي بتكون ايه حاجه سهله. ممكن نبقى نعمل لكم حلقه كده بعد بس بعد ما اخلص اليونت ده عن البروبلمز اللي هي ممكن تقابلنا. طيب يعني لو جيت انا جيت سالت what is meant by mechanical energy of a body 50 equals 50 جول، ماذا نعني به ان الطاقة الميكانيكية لجسم ما 50 جول؟ ده معناه ايه؟
This means that the sum of potential energy and the kinetic energy of this body equal a 50 joule. يبقى بالنسبة لي معناه كده ان مجموع ال potential energy and the kinetic energy of this body هي equal كام؟ 50 جول. يبقى انا بالنسبة لي لو انا غيرت اي قيمة من هنا بالنسبة لي تروح انت كاتب نفس الكلام بس هتغير القيمة الاخيرة بالنسبة لي. انا كل اللي عملته ان انا قلت الـ definition of a mechanical energy، قلت التعريف الـ mechanical energy، وفي الآخر حطيت الـ إيه؟ القيمة اللي هو عايزني أتكلم عنها. طيب نخلي بالنا من حاجة، إن أنا لو ماسكة مثلا in tennis ball، مثلا جبت مثلا كورة كده وجيت مسكتها وجيت رفعتها لارتفاع معين لأقصى ارتفاع أقدر إن أنا أرفعه بإيدي، لما باجي ارفع at maximum height، لما باجي ارفع ايدي لغاية فوق ايه اللي بيحصل؟ الميكانيكال انرجي هتساوي مين؟ احنا قلنا الميكانيكال انرجي عبارة عن البوتنشال انرجي بلس الايه الكاينيتيك انرجي. طيب انا جيت رفعتها لاقصى ارتفاع، هو انا حركت ايدي بعد كده؟ لا، ده انا ثبتها، يبقى ما فيش كاينيتيك ايه انرجي. يبقى اعلى نقطة بالنسبة لي او اعلى ارتفاع انا رافع ايدي فيه هتكون الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال ايه انرجي. طيب لو انا جيت بقى وقعتها في الارض او وقعت مني في الارض، لو هي جايه بتوصل هنا للارض يبقى الميكانيكال انرجي بايكوال الكاينيتيك ايه انرجي. في لما توصل للارض يبقى هنا الميكانيكال انرجي بتيكوال الكاينيتيك ايه انرجي، تمام؟ لان هنا انا بالنسبه لي لما كانت في اقصى ارتفاع كان اقصى حاجه موجوده كانت موجوده مين؟ البوتنشال انرجي، لكن ما كانش فيه حركه، تمام؟ طب امتى بقى بيكون في ميكانيكال؟ الميكانيكال بقى اللي هي في النص اللي هي بوتنشال بلس الكاينيتيك بتبقى في منتصف الايه، وهي رحلتها ما بين ايدي فوق والمفروض قبل ما توصل للارض، يعني هنا في المنتصف هنا دي ساعتها بقى الميكانيكال انرجي بايكوال بوتنشال انرجي بلس الكاينيتيك ايه انرجي. لكن في اعلى ارتفاع الميكانيكال انرجي ايكوال البوتنشال انرجي، في المفروض لما توصل للارض يبقى الميكانيكال انرجي ايكوال الكاينيتيك انرجي، هنفهمها اكتر في الامثله اللي جايه. طيب تعالوا ناخد البوتنشال انرجي بقى لوحده كده ونشوف ايه اللي موجود جواه. It is the energy stored in an object due to work done on it. هي عبارة البوتنشال طاقة الوضع دي عبارة عن ايه؟ طاقة مخزنة جوه الجسم. ليه؟ عشان في work اتعمل ايه عليها، تمام؟ فانا لو جيت سألتك what is meant by potential energy of an object مثلا equal 10 جول، تيجي تقول لي it means that the energy stored in an object due to work done on it equal a 10 joule. معنى كده ان الطاقة المخزنة في الجسم نتيجة للشغل اللي اتعمل عليها بيساوي ايه 10 جول. ده بالنسبة لك كده تبقى سهل. وبرضو نفس الكلام لو انا جيت غيرت القيمة مفيش اي مشكلة خالص، هي نفس الايه الديفينيشن، انا ما غيرتش حاجة، تمام؟ يبقى البوتنشال انرجي دي الطاقه اللي بتبقى مخزنه جوه داخل الجسم نتيجه للشغل اللي بيحصل ايه عليه. طيب الفاكتورز افكتنج بوتنشال انرجي، ايه العوامل اللي بتؤثر على البوتنشال انرجي؟ اول حاجه الويت اللي هو الوزن. If we rise one pole upward its weight increases. If we rise two poles so potential energy A increases. الفكرة في الوزن برضو، انا لو جيت رفعت كورة واحدة الويت برضو هيزيد، تمام؟ لو انا رفعت اتنين two poles ما هو الويت هنا زاد، يبقى هنا عندي البوتنشال انرجي A هتزيد. طيب الويت ده عبارة عن ايه؟ يبقى اول حاجه بتؤثر على البوتنشال انرجي الويت، يبقى الويت ايكوال ماس تايمز ايه اكسلريشن اوف ذا ايرث جرافيتي اللي هو عجله الجاذبيه موجوده عندي. يبقى اي وزن بيعتمد على الكتله وعجله الايه الجاذبيه، تمام؟
وبرضو ان انا باجي اعبر عنها بالمثلث اللي قدامكم ده عشان تبقى بالنسبة لكم ايه سهلة. تاني عامل بيأثر على البوتنشال انرجي الهايت. الهايت اللي هو الايه الارتفاع. البوتنشال انرجي انكريزز اف ذا هايت انكريزز، طاقة الوضع بتزداد لو الارتفاع ايه زاد. تمام، يبقى البوتنشال انرجي بتعتمد على حاجتين مهمين، الويت والهايت. لو ده زاد ده هيزيد، لو الهايت زاد البوتنشال برضو انرجي ايه هتزيد. وبرضو عشان تسهل على نفسك بعمل المثلث اللي هو واضح قدامكم ده، ممكن تصوروا الشاشة، ممكن تكتبوه اللي انسب لك، لان ده هيهمك جدا في البروبلمز ويسهل لك الدنيا. وتخلي بالك برضو من اليونتس، الجول للبوتنشال انرجي، الويت بالنيوتن، الهايت بالايه بالمتر. تمام، وتخلي بالك برضو اذا كان هو عاملها لك بالمتر او بالسنتيمتر او بالكيلومتر، يعني ده لو حب حد ان هو يصعب قوي شوية المسألة يعني بيلعبوا في الحاجات دي. لكن لو هي جات مباشرة مفيش اي مشكلة، هو انت بس المطلوب منك انك تكون عارف اللو اوف ايه اوف بوتنشال انرجي. يبقى البوتنشال انرجي ايكوال الويت تايمز الايه الهايت. تعال نبص كده، يبقى من نقدر ان احنا نستفيد او ان احنا نلخص اللي احنا قلناه، ان البوتنشال انرجي انكريزز بتزيد امتى؟ as weight and height a increases. لو انا جيت رفعت هنا ادي 2 مثلا، الهايت فين مين اعلى؟ الاخر اللي هو ايه ذا اللي هو باللون البلو ده. تمام، انا المفروض ان قوة الجذب للارض دي هتكون ايه اكتر، لان هو بالنسبة لي في منطقة اعلى. يبقى كل ما زاد ارتفاعه يبقى بالنسبة لي قوة جذب لي للارض هتكون اعلى، يبقى كده عندي طاقة الوضع المخزنة فيه هنا ايه كبيرة. تمام، طيب لو في 2 برضو واحد منهم وزنه اتقل من التاني، برضو ده هيكون ايه المفروض ان في طاقة مخزنة فيه اكتر من اللي المفروض وزنه ايه اقل. يبقى البوتنشال انرجي انكريزز، طاقة الوضع تزداد as the weight and height increases. لو الويت زاد، لو الهايت زاد، بالنسبة لي البوتنشال انرجي هتزيد. طيب نيجي للكايناتيك انرجي. Work done during the motion of an object، هي عبارة عن شغل اتبذل خلال حركة الايه الجسم. يبقى برضو لو جيت قلت لك what is meant by kinetic energy of an object مثلا 100 جول، this means that the work done during the motion of an object، يبقى الشغل المبذول خلال حركة الجسم is equal a 100 جول. طب يا ترى هل في عوامل بتأثر على الكينيتيك انرجي زي الفاكتورز اللي affecting the potential energy؟ الفاكتورز بقى الافكتنج اوف ذا كاينيتيك انرجي، عندي اول حاجه الماس اوف ذا اوبجكت، كتله الجسم. لا خلي بالك ان ذا كاينيتيك انرجي اوف ا موفينج اوبجكت انكريزز از ات ماس ايه انكريزز، اكيد حركه الطاقه الحركيه للجسم هتزيد لو كتلته ايه زاد. ده ملخص بسيط جدا. ايه كمان؟ السبيد. برضو السبيد اوف ذا اوبجكت، يبقى انا كده عندي عاملين بان هما بيأثروا على الكاينيتيك انرجي، الماس والسبيد. السبيد بقى ذا كاينيتيك انرجي اوف موفينج اوبجكت انكريزز از اتس اي سبيد انكريز، برضو الطاقة الحركية هتزداد بزيادة السرعة. طبيعي انا لو جاية ماشية بعربية سرعتها زادت او انا مزودة سرعتها، يبقى الطاقة الحركية بتاعتها ايه هتزداد. يبقى اخر حاجة لازم تكون عارف برضو ان الكاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام في اي سكوير، الام دي هي الماس، الفي سكوير الفي دي عبارة عن ايه هي السبي. تمام، ده بالنسبة لي كده انا خدت الميكانيكال انرجي. عندك كده الليسون بالنسبة لك انتهى، عرفت يعني ايه الورك، عرفت يعني ايه الانرجي، عرفت البوتنشال انرجي، عرفت الكاينيتيك انرجي، عرفت الميكانيكال انرجي.
وكل له مرتبط بكل واحدة فيهم. عرفت الفاكتورز اللي بتأثر على الميكانيكال انرجي، عرفت الفاكتورز اللي بتأثر على البوتنشال انرجي، عرفت الفاكتورز اللي بتأثر على الكاينيتيك انرجي. طيب انا كدرس زي ده ممكن اعمل كومبير ما بين كاينيتيك انرجي اند بوتنشال انرجي، ممكن تجيلي بروبلمز كتيره جدا على حساب الورك، احسب بيها البوتنشال انرجي، احسب كمان يبقى احسب الورك، احسب البوتنشال انرجي، احسب الكاينيتيك انرجي، احسب الميكانيكال انرجي. يعني الدرس ده دسم جدا للبروبلمز، واعتقد ان هو سهل وممكن يكون وصل لكم بطريقه سهله. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درس النهارده بطريقه يعني تكون واضحه بالنسبه لكم، وما تكونش فيه اي صعوبه بتواجهكم خلال الدرس. تمام، القاكم ان شاء الله في حلقه قادمه الاسبوع القادم، وتكون الحكايه بالنسبه لكم سهله ان شاء الله. المره الجايه هناخد اللي هو ليسون 2 في يونت 2 برضو، عشان الدنيا تكون سهلة بالنسبة لكم، والاتنين هيبقوا مرتبطين، واللي فهم البوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي والميكانيكال انرجي هيقدر ان هو يفهم الحاجات اللي ممكن حضرتك هتاخدها في الدرس اللي القادم ان شاء الله باذن الله، لان هي هتبقى عبارة عن تحولات للبوتنشال انرجي والكاينيتيك انرجي، وازاي احول منها وحاجات كده كتيرة جدا هندرسها الحلقة القادمة ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا وفهمتوا حلقة النهاردة، والقاكم في حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع القادم. شكرا لكم.